يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول آمل منكم حفظكم الله أن توجهوا كلمة للمصلين بما ينبغي أن يأتي عليه المصلي أثناء حضوره للمسجد من قطع روائح الدخان وكذلك روائح الجوارب والروائح الكريهة التي تنبعث من بعض الأجساد. نعم، على الذي يصلي مع الجماعة ألا يؤذيهم برائحته، إذا كان فيه روائح يقطعها بالغسل والطيب والمعالجة، يقطعها للمعالجة. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال للجمعة، لأن الناس يجتمعون في مساجد، شرع الاغتسال لأجل قطع الروائح، ومنع آكل الثوم أو البصل ما دامت الرائحة فيه، منعه من الصلاة مع الجماعة إزالة لضرره. قال وليقعد في بيته تنكيلا به حرمانا له من الأجر. فالإنسان إذا أراد أن يقدم على المسجد يتفقد نفسه، ومشروع أنه يلبس، يتجمل أيضا، يتجمل للصلاة وللمساجد بثيابه، ما يأتي بثياب مدنسة وثياب وسخة ومنتنة، ما يأتي على هذه الصفة. نعم.